انا دلوقتي عايز ابدا بقى اصمم صفحات المشروع بتاعي، ابدا اصمم صفحات الابليكيشن بتاعي. طيب احنا اتفقنا ان البيانات الاساسيه اللي هي زي العملاء والموظفين والحاجات دي، ان انا بعمل لهم صفحه خاصه بالادخال وصفحه خاصه بالتعديل البيانات والحذف والبحث والاستعلام والكلام ده كله. طب تعال نشوف مثال على الكلام ده. يعني مثلا طبعا ده الشكل اللي انا عايز اوصل له، دي صفحه لاضافه عميل جديد. انا عندي هنا كده مكتوب رقم 4. رقم 4 ده ليه؟ لان انا مثلا مدخل 3 عملاء قبل كده، فبيشوف لي اخر رقم دخل قبل كده ايه ويشوف اللي بعده 4. كمان رقم العميل عندي هنا ان انا ما اقدرش اكتبه بايدي، يعني ده كده الجهاز هو اللي بيكتبه لي، او انا مخلي البرنامج هو اللي هيكتبه لي. اسم العميل، طبعا انا عامل حقل الجندر هنا عشان بس اوريك ازاي تتعامل بعد كده في البرمجه مع الراديو بوتون. ده طبعا عنصر الراديو بوتون، ان ازاي اتعامل معاه ان هو يختار كده او كده. الكاستمر تايب ده انا عامل نوع العميل ده كمفتاح خارجي، يعني مثلا نوع العميل مثلا مميز او عادي، انا عامله بس عشان اوريك ازاي تتعامل مع المفتاح الخارجي، لكن انت في المشروع مش شرط تعمله. يعني انا عامله بس كده عشان اي مفتاح خارجي عندك في المشروع هتتعامل معاه بنفس الطريقه دي، انت تعمله القايمه زي دي اللي هي دروب داون ليست، او اللي هي الكومبو اللي بنقول عليها كومبو بوكس. طيب عندي فورمه لاضافه العملاء، وعندي فورمه تانية للتعديل في بيانات العملاء. يعني انا عندي مثلا رقم العميل واسم العميل والتليفون والايميل والحاجات، نفس الحاجات، عشان كده بقول لك خدها كوبي. يعني ده انا عملت الكلام ده هنا، بس هنا عندي زرار اضافه، هنا لما عملتها عندي زرار ابديت وزرار ديليت. طيب نفس الحاجات خدتها كوبي، بس عملت معاها السيرش تحت اول كاستمر، ان انا لما ادوس عليها كده وادوس جو يقوم طلع لي كل بيانات العملاء. لما اعمل مثلا سيرش باي نيم يقوم باحث لي، مثلا اكتب اسم معين يقوم باحث لي عن الاسم ده. سيرش باي فون ان انا اكتب هنا رقم تليفون واعمل جو يبحث لي عنه. لو قلت مثلا اول كاستمر وعملت جو يقول لي مثلا انت عندك عميل احمد، عميل محمد، دي العملاء مثلا انا مدخلهم قبل كده، الثلاث عملاء اللي انا قلت عليهم قبل كده. لما اجي مثلا اختار مثلا على العميل احمد، هلاقي البيانات اللي انا اختار العميل اللي انا اخترته كده. عندي طبعا هنا دي جريد فيو، وهنا عامل فيها عنصر كده لما ادوس عليه يطلع لي يكتب لي البيانات عندي في تكستات فوق هنا. لما اخترت احمد عمل لي هنا الرقم بتاعه، طبعا انا عم خلي الرقم ان انا ما اقدرش اعدل فيها الرقم ده، بيجرد حاجه للعرض بس، لكن انا ما اقدرش اكتب فيه ولا في الادخال ولا هنا. طيب اسم العميل مثلا لو عايز يعدل فيه حاجه، عايز يعدل مثلا رقم التليفون، مثلا رقم التليفون مثلا عايز يغير فيه حاجه، مثلا خلي مثلا رقم التليفون عدلت فيه رقم، اعمل ابديت كاستمر، قال لي ابديت كاستمر سكسيد، وانزل لي هنا تحت رقم التليفون هو اللي متعدل عندي كده. لما اقول اول داتا للعملاء اصبح العميل ده اهو بالرقم الجديد بتاعه. طيب والديليت ان انا اقدر احذف اي عميل، يعني مثلا ممكن اختار مثلا عميل زي كده. طب العميل ده يعني انا مجرد اخترته مثلا ده هنا في ميل، لما جيت هنا لقيت معلم تلقائي في الجندر على في ميل، يعني ازاي اتعامل مع الراديو بوتون ان انا حددت حاجه من هنا اتعلم هنا على دي. طب نوع مثلا العميل نورمال، انا عامل نورمال وفي اي بي، انا لما هنا كان نورمال هنا اعلم اختار نورمال، لكن مثلا لما جيت اخترت ده في اي بي وميل، ده مثلا في ميل ونورمال، يعني معنى كده ان دي حسب الحاجه اللي موجوده عندي، حسب الحاجه اللي مدخلها في الداتابيز. طبعا الحقل بتاع المفتاح الخارجي انا ما بعملوش حقل عادي تكست بوكس، لا انا بعمل له كومبو بوكس. طيب عايز احسب مثلا العميل ده، اعلم عليه كده واعمل ديليت، قال لي ديليت كاستمر سكسيد، واعمل له بعد ما يعمل الديليت استعرض لي اسامي العملاء، بس طبعا العميل ده ما بقاش موجود معايا انا بعد الابديت. يعني بصوا انا في الديليت العميل اتحذف من عندي، وعملت استعلام عن العملاء تاني، فاضل تكستات. طبعا الكلام ده كله كل حاجه من دول ليها برمجه، يعني الكلام ده كله ليه برمجات بعد كده، هنتكلم عن البرمجه بتاعته بعد كده. طيب لما اخترت كده اول كاستمر تاني، اخترت مثلا العميل ده محمد، اختاره مثلا كده، لما جيت عدلت رقم التليفون اي حاجه مثلا واعمل ابديت، ظهر عندي العميل اللي انا عدلته كده تحت، لكن الديليت لما بعملها بيعرض لي كل العملاء تحت. طبعا لو عملت سيرش على اي عميل، مثلا عملت مثلا حرف الاي وقلت له جو سيرش باي نيم، جاب لي العملاء اللي اسمهم فيهم حرف الاي، طبعا واحمد محمد فيهم حرف الاي، هو جاب لي اتنين. سيرش باي فون مثلا، انا عايز اعمل مثلا اعمل سيرش مثلا واقول له رقم التليفون مثلا اللي فيه مثلا وحيد، اعمل كده واقول له رقم التليفون فيه واحد، يحتوي على رقم واحد، جاب لي ان احمد بس الرقم فيه واحد. يعني انا ممكن ادخل جزء من رقم التليفون، يعني جزء من رقم التليفون كده، اي جزء من الرقم يقوم طلع لي رقم، وطلع لي ادخل الرقم بالكامل. طب انا عايز اعمل بقى الكلام ده، عايز ابتدي ان انا اعمل الديزاين بتاعه وبعدين البرمجه بتاعته.
طيب انا اولا هبدا اعمل الديزاين بتاع صفحه اد نيو كاستمر. طبعا هنا يا جماعه الزرار ده معمول باكواد السي اس اس، يعني هنا الزرار لونه اخضر كده لما الماوس يتحرك عليه يغير لونه، الزرار ده كده لما الماوس يتحرك عليه يتغير عليه يغير لونه. طب الزرار دي جبتها منين؟ اي تمبلت بتجيبه يبقى جاي معاه بردك مجموعه ديزاين، مجموعه كده ديزاين للزراير والكلام ده. طيب انا مثلا التمبلت اللي انا جايبه ده في عندي حاجه اسمها الاليمنت ايكون مثلا، مديني شويه ايقونات معاه، مديني شويه بوتونز، دي عينات، يعني هو بيديني عينات كده انت الحاجه اللي تعجبك هتختارها وهعلمك ازاي تختارها وتدخلها في المشروع بتاعك. يعني مديني مثلا الزرار ده بكذا حجم، حجم صغير حجم كبير بالوان مختلفه، الزرار مثلا بالشكل ده، فبيديني حاجه للعينه بس، بيديها للعينه وببتدي ان انا اوريك بقى انت ازاي مثلا عاجبك الزرار ده، طب ازاي اخلي الزرار ده يبقى جزء من مشروعي، مش شرط الزراير بس، ممكن الزراير، ممكن التكستات، يعني ممكن لو في تكست بوكس مثلا عاجبك او حاجه تدخلها في المشروع. يعني ممكن التكست بوكس مثلا ده عاجبك النمط بتاعه مثلا، ده لما الماوس لما تعمل كليك عليه يحط اطار ازرق حوالين التكست بوكس العادي، مش كده يحط تكست ازرق حواليه. طبعا في حاجات في الديزاين بتتعمل تلقائي، يعني موضوع مثلا الديزاين اللي انا مختاره ده الماستر بيج متظبطه ان هي ان يعمل ازرق حوالين التكست، اما البوتون ده انا عملت تعديل عشان اعمله، ممكن حسب التمبليت اللي انت جايبه، ممكن التمبليت تجيبه يبقى محتاج مثلا انت تعمل تعديل للتكستات، تعديل البوتون، انا هعلمك ازاي تعدل كل حاجه. طب تعالوا بقى نبدا نعمل الديزاين بتاعنا. انا دلوقتي كده هو بوريك الشغل عشان تبقى عارف احنا عايزين نوصل لايه. احنا اتفقنا ان الصفحات بتاعت البيانات الاساسيه هعمل لها زرار للصفحه للاد وصفحه للابديت والديليت والسيرش، اما بيانات الحركه هعملها صفحه يبقى فيها كل حاجه. يعني لو عندي مثلا بيانات، سوري، بيانات التكويد هيبقى عندي صفحه زي كده بس هيبقى فيها اد ابديت ديليت سيرش، يعني هيضيف معاها زرار الاد هنا بدل ما اعملها صفحتين، لكن هنا عملت ابديت والديليت لوحدهم. طيب تعالوا بقى نخش في الكلام ده، ان احنا نعمل بقى ديزاين للكلام ده، ان احنا نشتغل بقى في الكلام ده كديزاين وبعدين كبرمجه. كمان هنا مثلا لو جيت عملت مثلا عايز اضيف مثلا عميل رقم 4، جيت مثلا هنا سبت رقم العميل فاضي، جيت مثلا التليفون كتبت اي حاجه، جيت هنا كتبت اي حاجه قال ان ده نو فون، ان ده مش رقم تليفون، ده نو ايميل، ان ده مش ايميل، يعني ما جاتلوش كده مش هيرضى يعمل اد، لان يقول لي حتى بقول له بليز انتر النيم، يعني ما ينفعش تسيب النيم فاضي، ده اسمه فاليديشن بردك، حاول ازاي يتعمل في الفيديو هنا. طيب ندخل بقى على الديزاين، ده الديزاين بتاع الصفحه. احنا عاملينها طبعا، احنا قلنا الصفحه دي بترن على الماستر بيج. طيب انا دلوقتي عايز اعمل صفحه جديده، انا عامل صفحه الاد، يعني دي اللي بدات بيها صفحه الاد اهي، بعدين هاخد منها كوبي، بعد كده اعمل صفحه صفحه اللي هي الكنترول. اولا لما اجي اعمل صفحه جديده كليك يمين اد نيو ايتم، انا عايز اعمل صفحه كاستمر، اعمل صفحه كاستمر ما ينفعش اسميها كاستمر بس. ليه ما ينفعش اسميها كاستمر بس؟ عشان انا عامل كلاس باسم كاستمر، انا عامل كلاس عندي هنا كده باسم كاستمر، لما اجي اعمل صفحه باسم كاستمر هيقول لي طب انت عايز الصفحه ولا كلاس، ويبتدي ان يعمل لي مشاكل في البرمجه. فانت لما تيجي تعمل صفحه جديده سميها حاجه، يعني سميها مثلا يعني مثلا انا عندي هنا مسميها كاستمر كنترول او كاستمر اد، يعني انا هنا عامل ايه الصفحه اسمها كاستمر كنترول وكاستمر اد. طيب انا عايز اعمل صفحه اسميها مثلا كاستمر اد، اد نيو ايتم، بس يبقى مسماهاش كاستمر بس، اسميها كاستمر اد. هسميها مثلا كاستمر اد كده بس، عشان انا اصلا عامل واحده تانية باسم كاستمر اد، انا بس بوريك ازاي تشتغل على المشروع. خلاص يبقى اخد بالي ان انا مسماهاش كاستمر بس، اسميها كاستمر اي حاجه تانية. انا هعمل واحده كاستمر اد وكاستمر كنترول، دي صفحه اعمل لها اد، طبعا اعتمد على الماستر بيج، نعتمد مثلا على 2 اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، اقول له اوكي. طيب دي الصفحه اهي معتمد على الماستر بيج، وهنا قال لي كونتنت بليس هولدر، وقال لي هنا المحتوى بتاعك. عايز ابدا اشتغل على الديزاين بتاعي. طيب انا ممكن اشتغل هنا، يعني ممكن اشتغل هنا واجي واعمل الشغل بتاعي هنا والفورمه وكل حاجه هنا، بس هنا لو تلاحظ كده
هتلاقي ان التمبلت بتاعك اكواد السي اس اس طبعا هنا مبقاش شكلها حلو، يعني هنا بتبقى الشكل متبهدل لكن في العرض بيشتغل كويس. فانا لما اشتغل هنا هتتعب، لما تيجي تشتغل هنا يعني هنا هيقبل عادي وكل حاجه بس هتتعب وانت شغال. طب هتعمل ايه؟ انا عايز احط صفحه بيضه فاضيه خالص، اعمل عليها الديزاين بتاع الصفحه بتاعتي وبعد كده ارميها هنا بحيث ان انا اقرا من الصفحه البيضه دي. يبقى انا مش عايز دي في حاجه، انا عايز ان انا اعمل صفحه ارميها هنا. طيب هعمل ايه؟ هعمل حاجة اسمها ويب يوزر كنترول. هعمل حاجة اسمها ويب يوزر كنترول، يعني بصوا صفحة مثلا الاد اللي انا عاملها اهي، دي صفحة الاد. طب الصفحة دي اصلها مش كده، يعني الصفحة دي انا كنت عاملها ازاي؟ انا كنت عامل اهي نسخة تانية بيضة كده فيها الديزاين بتاع الاد وبعد كده بندع عليها هنا بحيث انها ده وضع العرض بتاعها. لما اجي اعمل ران كليك يمين فيو براوزر اعمله من هنا من الصفحة اللي هي اس بي اكس. اما الويب يوزر كنترول اللي هي زي كده دي ما اعملش منها ران، دي مجرد ان اعمل عليها ديزاين وابرمج واعمل كل حاجه على نظافه وعلى شاشه بيضه كده وعلى الدنيا سهله معايا وبعد كده ارميها هنا اشتغل عليها. طب انا ازاي عملت الكلام ده؟ طيب الصفحه ايه اللي هي كاستمر اد 111 دي بس عشان افرقها عن التانية، اعمل صفحه جديده اد نيو ايتم، بس المره دي بقى مش هختار ويب فورم، انا دلوقتي عايز اعمل صفحه بقى المحتوى اللي جوه، يعني ويب فورم ده الحاجه اللي بترن. اعمل حاجه اسمها ويب يوزر كنترول، ادور في الادوات على ويب يوزر كنترول. دي خاصه بايه؟ خاصه بالكاستمر اد. طيب هقول له كاستمر اد برضو هسميها بنفس الاسم، واوعى تسميها كاستمر بس عشان كاستمر بس هتعمل معاك مشاكل في البرمجه. طيب كاستمر اد انا مثلا عندي عامل كاستمر اد قبل كده هسميها كاستمر اد 111 عشان بس افرقها بردك عن الموجود قبل كده، واقول له اد. طبعا هنا مفيش سلكت مصدر بيرج لان هي دي صفحه اصلا بتتبني معتمده على صفحه تانية، وهنا طبعا السي شارب واقول له اد. طيب دي الصفحه اللي فيها المحتوى بتاعي، ادخل كده على الديزاين بتاعها صفحه بيضه مفيش اي حاجه خالص. اما هنا دي الصفحه اللي هتعمل ران. طب انا عايز اربط الاثنين ببعض، طيب تعالوا نعمل ديزاين الاول وبعدين نربطهم ببعض، او ممكن نربطهم ببعض دلوقتي مفيش مشكله. انا عايز اربطهم دي الصفحه دي اهي اللي هي كاستمر اد 111 دي، او تعالوا نربطها بالصفحه اللي انا كنت عاملها من شويه اللي انا رنيتها من شويه اللي هي كاستمر اد القديمه. اسحبها كده بالماوس واحطها في المحتوى بتاع كونتنت بلس فورد وشيل دي من على الماوس واقول له يس. كده اصبح هو المحتوى جواه دلوقتي الصفحة اللي أنا كنت عاملها كاستمر آد اللي أنا أصلا عملت لها رن من شوية وعرضتها ووريتها لكم. يبقى أنا كده أقدر أرمي المحتوى في ثواني، أجهزه الأول أجهزه هنا في الويب يوزر كنترول زي كده وبعد كده أرميه على هنا، أسحبه كده من هنا وأحطه على طول. طيب أنا دلوقتي مش عايز المحتوى ده أدلته تاني، هقف كده على الكونتنت وأعمله ديليت. خلاص انا كده بدلته لان انا مش عايز المحتوى ده، انا عايز المحتوى اللي لسه هعمله دلوقتي واعمل سيف. طيب المحتوى عندك لو مش ظاهر يعني اوقات ما يديك امكانيه انت مش عارف تكتب هنا، لو عندك اللي مش عارف تحط الماوس هنا او تعمل كده يعني تكتب حاجه هنا او مش مديك امكانيه لكده، دوس على السهم ده دلوقتي جوه الكونتنت بلس هارد، دوس على السهم ده واختار ديفولت تو ماستر بيج كونتنت او ماستر كونتنت وقول له يس وقول له كرييت كاستم كونتنت. ده لو ما عندكش امكانيه انت تكتب جوه هنا. طيب انا دلوقتي ارجع للصفحه دي واعمل الديزاين بتاعي، عايز اعمل ديزاين لصفحه اد كاستمر. طب صفحه اد كاستمر انا دلوقتي عندي جدول عايز ابدا اعمل له صفحه، ابدا افكر ازاي؟ قال لي الويب فورم بيعتمد على ان انا بعمل الصفحات بتاعتي عباره عن جدول الحدود بتاعته مخفيه، يعني صفحه اد اللي انا كنت عاملها اهي جدول حدوده مخفيه، تفاصيل الجدول مش باينه، لكن لما بتيجي تعمل رن بيبان بس الحاجات متنسقه في مكانها لكن ما بيبانش محتوى الجدول ده. يبقى انا اول حاجه هفكر فيها ان انا عايز اعمل جدول حضوره مخفيه. طب انا دلوقتي بعمل صفحه الاد، يعني حاليا بعمل صفحه الاد لوحدها. طب اعمل ايه؟ قال لي هات الجدول بتاعك ده جدول كاستمر. انا جدول كاستمر انا عامل فيه ايه؟ كاستمر اي دي، كاستمر نيم، الفون، الايميل، الجنت. طبعا انا عامل كل دي لاسباب معينه، يعني الاي دي والنيم ماشي، عامل الفون عشان اوريك بعد كده ازاي تعمل فاليديشن على الفون ان هو يختبر الفون ده هل ده فون ولا مدخل اي حاجه وخلاص. الايميل نفس الكلام، الايميل لازم يكون فيه علامه ات ودوت كوم. الجندر ليه انا حاطط الجندر هنا؟ عشان اوريك ازاي تتعامل مع الراديو بوتون وانت شغال في المشروع، يعني انا مش بحط الحاجه كده استامبه زي ما هي،
عشان تعرف تتعامل مع كل حاجه، ازاي تتعامل مع الراديو بوتون هنا. طيب الكاستمر اي دي، سوري كاستمر تايب. ايه كاستمر تايب ده؟ انا عامل جدول اسمه كاستمر تايب، عامل فيه انواع العملاء. يعني اجي اعمل كده شغل البيانات بتاعته، انا حاطط فيه واحد في اي بي، اتنين نورمال، يعني واحد ده عميل في اي بي، اتنين نورمال. انا هدفي من هنا مش ان انا احط العميل في اي بي والنورمال والكلام ده، انا هدفي اعلمك ازاي تتعامل مع الفورجن كي. عندي مفتاح خارجي، يعني عندي ده كده هنا كان في جدوله مفتاح رئيسي، لما نقلته هنا في الجدول بتاع العميل اصبح مفتاح خارجي، يبقى انا ازاي تتعامل مع المفتاح الخارجي في اي جدول عندك في المشروع. طيب انا المفتاح الخارجي بردك اتعاملت معاه بحاجه اسمها دروب داون ليست، او اللي احنا بنقول عليها كومبو بوكس. ازاي تتعامل مع الدروب داون ليست دي في البرمجه؟ يعني انت عندك دروب داون ليست ازاي تتعامل معاها، وازاي اخليها تقرا من المفتاح الخارجي بيانات العملاء. يعني الهدف هنا ان انا ازاي تطبق الكلام ده على كل حاجه في مشروعك. طيب انا هبدا اعمل اول خطوه، ده جدول الكاستمر في كام حقل؟ في 6 حقول. يبقى انا اولا عايز اعمل جدول فيه 6 صفوف. طب انا مش بعمل حقول الجدول بس، انا بعمل 6 صفوف معاهم صف فيه عنوان يعني الفورمه، يبقى دي 7. هعمل صف فيه رسائل الخطأ بتاعتي او اي رسائل، يبقى 8. هعمل صف فيه الزرار بتاع الاد، يبقى 9. يبقى انا عندي جدول بتاعي 6 صفوف وهضيف عليهم 3. اي فورمه هعملها جدول بتاعها 6 صفوف، طبعا في 6 صفوف اي فورمه عندي هيبقى حسب الجدول بتاعي. عندي جدول ده في 6 حاجات، دول 6. عندك جدول فيه 10 حاجات، يبقى 10. طيب 10 حاجات يبقى 10. طب ال10 ده اضيف عليهم ايه بعد كده؟ اضيف واحده فيها العنوان الرسائل بتاعتي، كانت رسائل خطأ او رسائل اي رسائل، والزراير بتاعتي. يبقى انا اضيف 3 على اي فورمه عندي. فورمه فيها 5 اضيف 3 يبقوا 8، فورمه فيها 6 اضيف 3 يبقوا 9، فورمه فيها 10 اضيف 3 يبقوا 13. طيب ارجع للديزاين، دي الصفحه البيضاء اللي انا لسه عاملها مش عامل فيها حاجه خالص. اعمل تيبل، انسرت تيبل، نمبر اوف رو اللي هي اللي اتفقنا عليها اللي هم 9. عندي 6 حاجات اساسيه في الجدول و3 اللي انا هضيفهم بعد كده. طيب دول 9. نمبر اوف كولومن، عندي كام عمود في الجدول؟ انا اتفقت ان انا عندي عمود هنا بقول فيه اسامي الحاجات، اي دي ونيم وادرس والكلام ده كله. تاني عمود هحط فيه التكستات او الراديو بوتون او الدروب داون ليست او الادوات بتاعتي. تالت عمود بظبط عليه الفاليديشن، ايه هو الفاليديشن؟ يتحقق ان الباب بتاعتي صح. طبعا الفاليديشن بتاعتي شرح بعد كده، او انا اعمل له اصلا فيديو مستقل في الفاليديشن بالتفصيل. طيب يبقى انا عندي كده 3 اعمده، عمود فيه اسامي الحاجات، عمود فيه التستات، عمود فيه الفاليديشن. طيب انا عامل 3 اعمده و9 صفوف. اعمل كده تيبل، انسرت تيبل، الاعمده رو 9 والكولمانز 3، واقول له اوكي. كده عملت عندي جدول 9 صفوف و3 اعمده. ابدا اظبط الجدول ده. انا عايز اول حاجه عنوان الحاجه، عنوان الفورمه بتاعتي اد نيو كاستومر. طيب عايز اعمل دمج دول خلايا مع بعضها، عايز اخليهم خليه واحده. طيب قبل ما اتكلم عن الدمج والكلام ده، لو انت عارف اكواد اتش تي ام ال، الجدول اللي انا عملته دلوقتي ده انا عملته ايه؟ من تيبل انسرت تيبل وانا واقف على الديزاين. لو دخلته على سورس، دي اكواد اتش تي ام ال، دي اكواد انشاء التيبل. هو لو انت عارف اكواد اتش تي ام ال، تيبل وتي ار وتي جي والكلام ده كله. يبقى انا ميزه الديزاين عندي ان انا بعمل حاجات بالديزاين تتحول لاكواد. طب انا عايز اعمل ميرج دول مع بعض، كليك يمين موديفاي ميرج سيل، ده مفك الخلايا مع بعضها. عايز اكتب مثلا عنوان الفورمه كاستومر مثلا، او اد نيو كاستومر. طب دي عايز اخليها في النص، اجي اعلم عليها كده. عندي هنا تحكم في التنسيق عادي، اختار كده سنتر، جاستيفاي سنتر. عايز اكبر الفونت اخليه مثلا اكس اكس لارج، اخليه بولد، اغير مثلا لون الخط اخليه مثلا احمر. اوكي طيب ده كده بالنسبه لعنوان الفورم. عايز ابدا احط العناصر بتاعتي. طب اتفقنا ازاي ندمج الخلايا مع بعضها، ازاي نتحكم في الحاجه. طيب دي الفورمه بتاعتي اهي خلاص، يعني دي مش محتاجه بقى ان انا اقعد اعملها واحده واحده. خلاص الكاستمر اي دي واحط له ده تكست بوكس. طبعا تكست بوكس من الادوات هنا اسمه تكست بوكس عادي خالص، تكست بوكس هسحب كده تكست بوكس قدام كل حاجه.
الكاستمر نيم برضك تكست بوكس، الفون تكست بوكس، الايميل تكست بوكس، الجندر ده راديو بوتون ليست. طب انا ازاي اتعامل مع راديو بوتون ليست دي؟ تعالوا نشوف كده. هنا عندي عنصر اسمه راديو بوتون ليست، مش راديو بوتون بس، لا راديو بوتون ليست. طيب انا عايز احط فيميل وفيميل. طب تعالوا نجي مثلا هنا نعتبر ان ده الجندر، هضيف كده واحده راديو بوتون ليست، ده شكلها اول ما اضيفها. طيب انا عايز احط جواها ميل وفيميل، باعتبار ان انا عندي لو العنصر ده او لو الشخص ده العميل ده ذكر يحط ام، لو انثى يحط اف. طيب ادوس عليها كده، ادوس على السهم اللي فوقيها ده واختار edit items، فاضي عندي مفيش اي عناصر، اعمل add، اقول له ميل بعدين اقول له ام، يبقى التكست بتاعي اللي ظاهر على الشاشه ميل، الفاليو اللي هتتسجل في الداتابيز ام، يعني هو يعرض لي ام ميل لكن اللي يتسجل في الداتابيز اف. اعمل اد سوري في ميل اللي يتسجل في الداتابيز اف. طيب يبقى انا عندي كده الميل ام والفيميل اف، واقول له اوكي. طيب هنا قايمه فوق بعضها، هيطلع لي قايمه فوق بعضها. طيب انا هنا عاملها جنب بعض، يفضل طبعا جنب بعض باعتبار ان هنا المكان يعني معمول ان هو جنب بعضه. اجي هنا كليك يمين بروبرتيز، انا دلوقتي واقف على الراديو بوتون بتاعتي، عندي خاصيه اسمها خلاص الدايركشن بتاعها، الدايركشن بتاعها فيرتيكال اخليه هورزن، خلاص يعني المفروض كده ان انا اعمله افقي بحيث ان هم يبقوا جنب بعض، كان اول ما اعمل راسي اخليه افقي يبقى اخليه هورزن، يبقى الدايركشن بتاعه اخليه هورزن عشان يبقوا جنب بعض. طيب ده بالنسبه للراديو بوتن ليست. بالنسبه للدي دروب داون ليست، هحط دروب داون ليست عادي خالص. طبعا بعد كده هقول ازاي ان انا اخليها تعرض هنا انواع العملاء، العميل المميز او عميل عادي، دي طبعا معتمده على الداتابيز. طيب دروب داون ليست موجوده في الادوات هنا اهي، دروب داون ليست هتطفى عادي خالص حاليا زي ما هي، ما عملتش فيها اي حاجه غريبه. طيب دي اول حاجه. طيب يبقى انا كده بدات اعمل الديزاين بتاعي، عملت كده عنوان الفورمه، عملت لكل حاجه إيه اسمها ايه، وبعد كده هنا اكتب التكستات بتاعتي، وهنا طبعا الراديو بوتون ليست، وهنا الدروب داون ليست. ده ليبل، ده عنصر ليبل عادي خلاص، بس انا خليت خاصيه التكست فيه فاضيه. طب احنا نبدا بقى نتكلم عن الخواص اللي انا عدلتها. اولا الليبل ده كليك يمين بروبرتيز، هو بيجي اصلا الليبل مكتوب عليه ليبل، خاصيه التكست كان مكتوب فيها كلمه ليبل 1 انا شلتها وحطيت سبتها فاضيه. طب اسمه اجعل خاصيه اي دي، هنا خاصيه اي دي زي خاصيه نيم في الويندوز ابلكيشن، خاصيه اي دي هنا معناها اسم الحاجه في البرمجه ايه. طب الليبل ده بتاع الرسائل ده اللي هيطلع رسائل، هيطلع مثلا رساله خطا، اضافه بنجاح، سميته ال بي ال مسج. طيب اول عنصر ده التكست بوكس اللي هيدخل فيه السي اي دي، جيت في خاصيه اي دي سميته تي اس تي سي اي دي، ده النيم تي اس تي سي نيم، الفون تي اس تي فون، الايميل تي اس تي ايميل، راديو بوتون ده عباره عن راديو بوتون ار دي سوري ار بي ار بي جندر، خلينا ده يحط فيه جندر، دي الليسته كلها على بعضها اسمها ار بي جندر، لكن هي من جوه بقى جواها الميل والفيميل، يعني انا ظبطتها جوه كده ان انا جواها الفيميل والميل. طيب ده اللي هيتعرض نوع العميل، دروب داون ليست دي دي ال سي تايب اللي هو نوع العميل. طيب دول كده العناصر اللي عندي. طب ده البوتن سميته بي تي ان اد، يفضل تسمي البوتن، هو تسميته مش مشكلة يعني مش هتأثر معانا كتير، بس الصح ان انت تسميه عشان بعد كده لما يبقى عندك الاكواد كتيرة تبقى عارف، ما يبقاش بقى عندك اسمه بوتون 1 بوتون 2 بوتون 3 انت اللي هتوه بينهم، فانت وانت شغال في البداية كده سميه بي تي ان اد، ده كده اضافة عميل جديد. خاصية تكست عدلتها اد كاستومر، يبقى انا كده اتكلمت ازاي عملت الديزاين، اتكلمت على الحاجات سميتها ايه. طيب نعمل سيف ونبدأ نتكلم عن الفاليديشن.
طبعا كل ده انا لسه ما مسختش الفورمه التانية، لسه الفورمه بتاعت الكنترول دي مش عاملها دلوقتي خالص، يعني بعد ما اخلص الفاليديشن وكل حاجه ابدا ان انا اعمل الفورمه التانية. طيب اسم العميل، انا عايز احط فاليديشن يجبر العميل ان هو يدخل الاسم، يعني هو لو ما دخلش الاسم يقول له ان عندك ايرور ان انت ما دخلتش الاسم، يعني ما ينفعش يسيبه فاضي. طب عندي حاجه اسمها الفاليديشن، طب الفاليديشن ده فين؟ في التول بوكس دي الادوات عندي. اول حاجه ستاندرد، دي الادوات اللي انا ما اتعرف عليها البوتون والكلام العادي ده خالص. طيب انا عايز الفاليديشن، انزل كده في الادوات هلاقي عندي حاجه اسمها الفاليديشن. طيب انا عامل فيديو كامل عن الفاليديشن اصلا، ان انا بتكلم فيها ايه هي الفاليديشن وبعمل فيها ايه، بس اهم فاليديشن عندي اول حاجه هتكلم عنها ريكوايرد فيلد فاليديتور. ريكوايرد فيلد فاليديتور ده بستخدمه عشان اجبر اليوزر يدخل قيمه الحقل، لانه ما ينفعش يسيب قيمه الحقل ده فاضي. تاني حاجه مهمه عندي اسمها ريجولار اكسبريشن فاليديتور، دي بردك بستخدمها عشان ان انا اقول له إيه مثلا التليفون ده لازم يكون ارقام بس، مثلا 11 رقم، التليفون ده يكون من 11 رقم، الايميل مثلا لازم فيه علامه ات في دوت كوم، يعني انا اعرفه ان الحاجه بتاعتي تنسيق النص بتاعها كذا. الكومبير فاليديتور ده بستخدمه لو انا مثلا عايز اقارن الباسورد مع كونفيرم باسورد، انا عايز الحقلين يكونوا زي بعض، ان هما لو مش زي بعض يديني ايرور. الفاليديشن سيمري ده بحطه في الاخر خالص، او انا عايز احطه او ما احطوش، انا هقول لك ازاي هتعملوا ايه فيه ايه بعد كده. عايز تحطه او ما تحطوش ده بيعمل ملخص اخطاء، لو حطيته بيعمل لك ملخص، ويعني في ميزه برده بس انا مش بحب احطه، يعني انا بحب ان انا كل ايرور يظهر عندي الايرور بتاعه جنبيه وخلاص، ما بحبش ان انا احط سيمري في الاخر هنا. طيب انا كده اتكلمت على الاساسيات بتاعت الفاليديشن، طب تعال نتعامل معاهم. انا عايز احط واحده ريكوايرد فيلد فاليديتور اللي هي دي، اول ما احطها سوري دي ريكوايرد اكسبريشن، حط ريكوايرد فيلد فاليديتور، اول ما احطها يبقى شكلها كده. طب انا عايز اقول له ان دي بتتعامل مع التكست بوكس اللي هو بتاع كاستمر نيم، يعني هو لو ساب التكست بوكس ده فاضي ان انا اتعامل معاه. طيب اعمل عليه كليك يمين بروبرتيز، اول حاجه عايز اقول له بتتعامل مع مين، هدور هنا في الادوات سوري في البروبرتيز على حاجه اسمها كنترول تو فاليديت، عندي خاصيه اسمها كنترول تو فاليديت، اهي كنترول تو فاليديت، قال لي اختار قدامها كده التكست بوكس اللي انت عايز تتحقق ان هو يكون مش فاضي، ان هو ما ينفعش يسيبه فاضي. حط قدامها تي اكس تي بتاع تي اكس تي نيم او سي نيم اللي هو اسم العميل، يبقى كده لو ساب اسم العميل فاضي الايرور ده هيشتغل. طيب دي اول خاصيه مهمه اسمها كنترول تو فاليديت. تاني خاصيه مهمه اسمها ايرور مسج، ده اسم رساله الخطا اللي هتظهر عندي في حاله ان انا سبته فاضي، يعني في حاله ان انا سبته ده فاضي دي الايرور اللي تطلع عندي. طيب ايه مكتوبه ايرور، اسم الحاجه مكتوبه عندي انا امسحها خالص كده واقول له مثلا بليز انتر نيم، او اقول له اي رساله خطا، يعني مثلا بليز انتر نيم. في حاله ان هو لو سابه فاضي يجي له رساله كده يقول له بليز انتر نيم. طيب انا طبعا بظبط الكلام ده في العمود الرابع الثالث عشان ما يبقاش ليه علاقه بالتكست هنا. طب لو انا عايز اخلي لونه احمر كليك يمين بروبرتيز، عندي حاجه اسمها خلاص فور كلر واخليها لونه احمر، يفضل ان يبقى لونه احمر كده ان ايرور يعني كانه ايرور بقى فبيبقى باللون الاحمر. طيب كده الاعدادات اللي انا ظبطتها على الريكوايرد فيلد فاليديتور، طيب امسحها خالص كده، طبعا انا اصلا عاملها هنا اهي. طيب انا اول مره اعمل فيها الران المشروع بعد ما نقفل الفاليديتور، حتى لو ظبطت الخواص اللي انا قلت عليها اللي هم الاثنين دول ايرور مسج كنترول تو فاليديت، لما اجي اعمل ران هيديك ايرور، هتلاقي البرنامج ضرب منك وبيديك ايرور. طيب تعمل عشان تحل الايرور ده، ادخل على سوليوشن اكسبلورر بعدين ادخل على حاجه اسمها الكونفج ويب دوت كونفج، اهي الملف ده ويب دوت كونفج هتلاقيه في اخر الليسته خالص، يعني دايما بيبقى حرف الدبليو في الاخر اهو ويب دوت كونفج موجود في السوليوشن اكسبلورر، اعمل كليكتين عليه ده الكود بتاعه. دي الاكواد بتاعته العاديه خالص، انا ضفت الكود ده، يعني هو اصلا كان الاصل بتاعه كده غير الكود ده، فكنت لما بتيجي تعمل ران كان بيديك ايرور ويقوم ضارب معاك. طبعا الكلام ده في كل الاصدارات الحديثه من اول 13 و17 و15 والحاجات دي. طيب انا هضيف الكود اللي انا قلت عليه، اجي كده في الحته دي قبل قفله الكونفج هنا
واحط الكود اللي انا اللي هو ده. طبعا انا هعرفكم على الفيديو محتوى الكود. الثلاث سطور دول بيظبطوا الموضوع بتاع ان هو ما يجي رن ما يعملش ايرور. طيب نعمل سيف لملف الكونفيج كده، لما اجي اعمل رن مش هيبقى ايرور معايا. طيب انا كده قلت على ريكوايرد فيلد فاليديتور وقلت اللي هعدله فيها. طيب ده التليفون، التليفون بيبقى عباره عن مجموعه ارقام، مجموعه ارقام من 0 ل 9 عباره عن 11 رقم. مثلا لو انا عايز اجبره ان هو يدخل موبايلات بس يبقى 11 رقم، لكن لو انا مثلا عايز اخليه مثلا يدخل دولي او الموبايل او اي حاجه بيبقى من 11 ل 15 رقم، يعني رقم التليفون ما بيزيدش عن 15 رقم اللي هو الدولي وكده. طب انا عشان اتحقق من شكل التنسيق الاداه بتاعتي اسمها Regular Expression Validator، دي بتتحقق ان التنسيق بتاعي ده رقم التليفون ده ايميل الحاجات دي. طب هعمل فيه ايه؟ حاجه كده كليك يمين، طبعا نضفت العنصر بتاع required regular expression validation validator اهو، كليك يمين properties الخاصيه اللي انا اتكلمت عنها من شويه control to validate، دي موجوده مع كل الفاليديشن بتاعتي. اي فاليديشن هتستخدمها هتستخدم معاها control to validate. انت عايز تتحقق من مين؟ من التليفون، يبقى من تيكس جي فون. طب في حاله ان هو سابه فاضي يعمل ايه؟ ايرور مسج، خليها ان هي مثلا زيس نو فون، او اقول له اي حاجه، مثلا اقول له اي حاجه خلاص الرساله دي كده. في حاله ان هو ساب التليفون عمل فيه حاجه غلط او حاجه ان هي مش تليفون، يقوم طلع له الرساله دي وخلي لونها احمر. طيب ده الاعداد بتاعها. الخاصيه اللي بعد كده او الزياده دي اللي بيختلف عن الريجولر اكسبريشن اللي فاتت. عندي حاجه اسمها فاليديشن اكسبريشن، دي بكتب فيها كود بلغه اسمها ريجولر اكسبريشن، دي بتتحقق من محتوى البيانات بتاعتي. اللغه دي طبعا ليها شرح كتير، انا هعمل لها فايل مرفق مع الفيديوهات في تفاصيل اللغه دي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه مختصره، انا عايز اقول الفون بس اتاكد ازاي ان هو فون. ده الكود اللي انا عملته عشان اتاكد ان هو فون. طبعا الجور اكسبريشن فيها تفاصيل كتيره، بس طبعا ده الكود هتكلم عنه بردك واشرح الحته اللي احنا كتبناها هنا اهو كده. طيب انا همسح دي ملهاش لازمه عندي، انا هشتغل على الاصليه بتاعتي. طيب الكود بتاعي عباره عن ايه؟ انا هنا بقول له خد ارقام، طبعا قوس مربع لازم يكتب زي ما هو كده، قوس مربع بقول له من 0 ل 9 يبقى يقبل اي رقم من 0 الى 9. لو عملتها كده بس هيقبل رقم واحد بس، يعني الخانه دي كده معناها ان هي تاخد مثلا 1 2 3 4 5 اي رقم، رقم واحد بس من خانه واحده. طب انا عايز اقول له مثلا 11 خانه، لو عملت له كده كده يقبل الخانات بتاعتي. طبعا اقص مجموعه زي ما هو كده، طبعا خلي بالكم ان الاقواس زي ما انا عاملها هنا، يعني هي اللغه دي بتتعامل كل حاجه ليها معنى في اللغه دي. طيب كده معناه ان الرقم ده من 11 خانه، يعني اي رقم من 0 ل 9 مكون من 11 خانه. 11 خانه يعني مثلا لو دخلت 10 خانات او 12 خانه هيديني يقول ان ده مش تليفون. لو انا عايز اجبر انه يدخل موبايلات، الموبايلات مثلا 011 وبعدين 8 ارقام، فالاجمالي بتاعهم 11 خانه. طيب لو انا عايز اخليه مثلا مفتوح شويه ان هو موبايل او مثلا دولي او حاجه معينه، اعمل كوما واقول له 15، يبقى دي معناها من 11 الى 15، يعني دخل 11 12 13 14 15 كله في الرينج ده ماشي من 11 الى 15. لو دخل اكتر من 15 وخلاهم 16 يديني ايرور، لو دخل 10 يديني ايرور، فانا كده هخليها مفتوحه من 11 الى 15. الجول اكسبشن ليها شرح كتير وليها تفاصيل كتير، انا عاملها في ملف مرفق مع الفيديوهات. طيب ده بالنسبه للفون، يبقى انا عملته ان هو ياخد من 11 الى 15 رقم، طبعا ارقام من 0 ل 9. طب الايميل نفس العنصر اللي هو ريجولر اكسبريشن فاليديشن، بس ده فاليديشن 2 ان هو ده تاني واحد. طب عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له الايميل. طب الايميل ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه حروف وارقام وبعدين علامه ات وبعدين اسم الشركه وبعدين دوت كوم. طيب ده النص اللي انا الكود اللي انا كاتبه للايميل اهو، ده الكود اللي انا عامله عشان اتحقق من الايميل. طيب ده معناه ايه؟ تعال نشوف كده الكلام ده معناه ايه. اول حاجه انا فاتح قوس مربع، الايميل يا جماعه لازم يبدا برقم، سوري لازم يبدا بحرف، يعني مثلا اقول له مثلا ايه وبعدين اي حاجه حروف وارقام واي حاجه وبعد كده ات مثلا ياهو دوت كوم. الايميل بتاعي لازم يبدا بحرف، ما ينفعش يبدا برقم، ما ينفعش يبقى كده. هو صحيح في بعض الايميلات دلوقتي ممكن تبدا كده، بس الايميلات بقى السي اللي هي الشركات المهمه زي الياهو والهوت ميل والجيميل والحاجات دي
تمنع كده. طبعا الايميلات اللي بتبدا بارقام دي بتبقى شركات اصلا اي كلام، او شركات كده يعني عامله حاجه بس يعني بعتها هيك اربع حاجات دي. طيب انا عايز الايميل يبدا بحرف ما يبداش برقم. طيب عايز اقول له حط حرف، الحروف بتاعتنا من A to Z. قلت له افتح قوس مربع من A to Z small، معناه ان هي يقبل حروف small. طيب A to Z capital معناه انه يقبل حروف capital. لما اقول له كده A to Z capital و small معناه يقبل الحروف capital و small، يعني يقبل حروف من A to Z capital و small. وقال لي دي ممكن كمان بدل ما اعملها كده ممكن اعملها كده، اعمل small شرطة Z capital معناه انه يقبل حرف كابيتال او سمول من A to Z. بس انا بحب اخليها كده الحاجات تبقى متفصله تفاصيلها ايه. طيب انا هقبل حرف من A to Z سمول وبعدين او حرف كابيتال، طبعا دي معناها حرف واحد بدل ما حطيتش جنبيها عدد الحروف كام بقى ده حرف واحد. طيب بعد الحرف الاولاني بقيه الحروف، قال لي دي ممكن تبقى حروف وارقام، يعني ممكن مثلا اعمل حروف وارقام مش فارق معايا حروف الاول ارقام، فيبقى الحروف اللي هي A to Z small A to Z capital والارقام اللي هي من 0 ل 9 بحطهم كده جنب بعض، دي يقبل من A to Z يعني جوه قوس المربع A to Z وبعدين A to Z capital وبعدين من 0 ل 9. طيب علامة الزائد دي معناها ايه؟ علامة الزائد دي طبعا بتعود على الحاجة اللي قبلها على طول، يعني ماليش دعوه بدي، دي خلاص دي لوحدها كده ثبتت ان هي اول حاجه ان ده حرف في الاول. قال لي دي مجموعه حروف وارقام ايا كان عددهم، علامه الزائد معناها ان انا حرف واحد او اكتر. يعني ايه حرف واحد او اكتر؟ يعني انا حاطط حرف الاي ده بيعبر عن اللي هي اول خانه. طيب دي تاني حاجه، علامه الزائد معناها حرف او اكتر، يعني معناها ان ممكن مثلا اقول له مثلا اي بي او اي مثلا بي خلاص كده تمام، او اي عدد من الحروف حروف وارقام طبعا يقبل حروف وارقام. اما لو قلت له هنا ستار معناه انه ممكن ما يحطش حاجه، يعني ممكن مثلا يعمل ايه بتاعت اول حرف ده خلاص ما يحطش حاجه في الثانيه ويتجاهل حته الفريديشن بتاعت الجزئيه دي على بعضها. طبعا انا افضل احط بلس ان انا اخليه يكبره ان هو على الاقل الايميل بتاعي يكون من حرفين ومن من عنصرين، اول حاجه حرف تاني حاجه بقى حرف او رقم او اي حروف وارقام مش فارق معايا، دي علامه بلس. طيب هنا سلاش ات، قال لي اي رمز في لغه الريسبشن عايزه ينزل زي ما هو بتعمل سلاش قبليه، يعني سلاش ات سلاش ات دي على بعضها كده معناها علامه ات انها تنزل زي ما هي علامه ات، يعني هو لما بيجي يقراها يقراها علامه ات عشان ابين له الرمز ده ان هو الرمز ده مش حاجه مختلفه عنه. طب دي كده علامه ات تنزل زي ما هي. بعد علامة ات شركة ياهو او هوتميل او جيميل او اي حاجة نترى اي حروف خلاص من A to Z على اعتبار ان اسامي الشركات دي عبارة عن حروف ما فيهاش ارقام. وكنت ممكن اقول له مثلا دخل شركة ياهو افتح قوس كده مربع او قوس مدور واقول له شركة ياهو او شركة هوتميل او يعني ما في طبعا تفاصيل كتير في الجوجل اكسبريشن، بس انا بعمل الحاجة المختصرة دي كده تنفع مع اي شركة. طيب يبقى انا كده بقول له اي حروف من A to Z كابيتال وسمول بحيث ان هو كتب ياهو هوتميل جيميل اي حاجه اي شركه تانية حتى مش معروفه عندي يقبلها عادي. علامه الزائد معناها اي حروف وارقام. طب انا بقول دوت كوم دوت، علامه الدوت عشان تنزل زي ما هي وحط عليها علامه سلاش سلاش دوت، يبقى كده معناها ان يقرا الدوت زي ما هي سلاش دوت. طيب كوم او نت او اورج دي عباره عن ثلاث حروف حطيت كده جنبيها ثلاثه ان هم ثلاثه بس بحيث ان هو يقبل دوت نت، يبقى دوت اهي بعد كده نت اورج كوم ايا كان ثلاث حروف اللي في النهايه. اهم حاجه الايميل هيحتوي على علامه ات، هيحتوي على نقطه في الاخر وبعدين بعديها ثلاث حروف ايا كانوا ثلاث حروف، وهنا اسم الشركه وهنا يبدا بحرف وبعدين حروف وارقام. طب ده التنسيق اللي انا عملته للايميل. طيب ده كده الريجول اكسبريشن بتاع تحقق من الايميل. طيب نعمل سيف. طيب بالنسبه للكومبو بوكس او سوري الدروب داون ليست دي انا عايز اعملها ان هي تعرض اسامي انواع العملاء، يعني مثلا عميل ده الفي اي بي، العميل ده نورمال، العميل ده كذا، عايز اعمل انواع العملاء بتوعي. طيب انا هنا اعمل لها داتا سورس. طب تعالوا نعمل نشوف ازاي اتعملت الكلام ده، ازاي اتعمل الداتا سورس اللي تحتيها دي. طيب انا واقف عليها اهي خلاص واختار
السهم الصغير ده، عايز اقول له مثلا تعرض لي يعني تاخد البيانات دي من الداتابيز، تاخدها من الداتابيز. اعمل السهم ده واختار choose data source. طبعا دول ما مش هيبقوا موجودين اصلا اول مره، مش هيبقى موجود الاثنين دول، بس انا عشان معتمد على واحده عاملها قبل كده فدول موجودين. انا هيبقى عندي choose data source دي موجوده، هيبقى عندي في choose data source و edit items. طيب انا هختار choose data source، طبعا هي دي متبقاش موجودة دي عشان انا موجودة قبل كده، انا هيبقى عندي كده اختار نون لان انا ما عنديش داتا سورس عاملها قبل كده. انا طبعا عشان عامل داتا سورس قبل كده كان باسمها كاستمر تايب فهي دي اللي ظهرت عندي، لكن انا عندي هتبقى اختار كده نون لان انا ما عنديش لسه داتا سورس، عايز اعمل واحدة جديدة. اقول له اوكي كده انا عايز اعمل واحدة من اول وجديد، اهي كده انا لغيتها خالص. طيب عايزين نختارها choose data source، بعدين اختار add new data source، add new data source، واختار داتابيز. قال عايز تسميها ايه؟ سميها حسب الحاجه اللي انت عايزها. المفتاح الخارجي ده خاص بانواع العملاء، اقول له مثلا كاست او كاستمر تايب، انا هسميها كاست تايب عشان كنت عامل قبل كده كاستمر تايب. كاست تايب اقول له اوكي. طيب الكاست تايب ده عايزه تاخد انواع العملاء تعرضها لي عندي، اختار كونكشن سترينج او اختار اسم الداتابيس بتاعتي، يعني حسب اللي يجيلك ممكن يجيلك هنا اسم الداتابيس بتاعتك او كلمه كونكشن سترينج. اعمل نيكست، هيبدا يحمل الجداول الموجوده في الداتابيس. عندي جدول الكاستمر، جدول الكاستمر طيب عندي طبعا دي الجداول اللي انت عاملها حسب الجداول اللي انت عاملها. انا عايز جدول الكاستمر تايب، جدول ده كاستمر تايب اللي هو فيه انواع العملاء اللي هو تكويت انواع العملاء، انا عامله بردك عشان اوضح الفكره بتاعت المفتاح الخارجي زي ما قلت في اول الفيديو. طب اعمل نيكست، لو عايز اتاكد مثلا من الاستعلام اعمل تيست كويري، بس مش لازم يعني الخطوه دي، بس انا يعني اوريك ان انا اتاكد ان الاستعلام هو ان انا عندي عميل في اي بي وعميل نورمال، مش لازم الخطوه دي. اعمل فينيش. طيب اللي فاتت كانت اول خطوه في تجهيز الداتا سورس، ثاني خطوه قال لي الديسبلاي ان دروب داون ليست، ديسبلاي ايه والفاليو ايه؟ ايه هو الديسبلاي؟ قال لي ايه اللي هيتعرض عندي؟ اللي هيتعرض طبعا العميل اللي قاعد او سوري الموظف اللي قاعد بيدخل بيانات ده مش عارف يعني ايه عميل واحد وعميل اتنين، هو عارف نورمال وعارف في اي بي، فاللي هيتعرض عندي طبعا ده جدول بتاع كاستمر تايب، في عقلين كاستمر اي دي وكاستمر تايب. انا عايز اعرض على الشاشه كاستمر تايب، يعني عايز اللي يتعرض على الشاشه يبقى كاستمر تايب، نوع العميل هو اللي يتعرض على الشاشه، لكن اللي هيتخزن في الداتابيس في جدول الكاستمر هيبقى الاي دي بتاعه، مش احنا قلنا ده مفتاح خارجي اصلا فمسجل الاي دي، فاللي هيسجل في الداتابيز اللي مش باين للمستخدم الاي دي، لكن اللي ظاهر للمستخدم اللي قاعد على الجهاز التايب، يعني هو يختار التايب لكن يسجل في الداتابيز الاي دي. اعمل اوكي. طيب تعالوا كده نجرب، طبعا عامل وهنا في اتنين طبعا القديمه دي اللي انا كنت عاملها قبل كده، خلاص انا دلوقتي عملت واحده جديده حلت محلها دي خلاص اصبحت ملهاش لازمه. طيب تعالوا نعمل ران، اعمل سيف. طيب انا عايز اخلي الكلام ده اعمله ران، انا ما ينفعش اعمل ران ده الويب يوزر كنترول ما ينفعش اعمل لها ران، امال اعمل ران منين؟ اعمل ران من الصفحه اللي انا عاملها دي، سوري الصفحه اللي هي كان اسمها كاستمر اي اس بي اكس، طبعا لسه المحتوى بتاعها فاضي عايز احط جواه محتوى الصفحه اللي انا عاملها. لو انا خدت محتوى مثلا الصفحه اللي هي كاستمر 111 دي، لو انا خدت دي كده الويب يوزر كنترول وارميها اهي الويب يوزر كنترول اللي هي اي اس سي اكس، دي الصفحه اللي هي الفورمه البيضاء اللي انا كنت شغال عليها، بس طبعا هي دي اللي انا بس بعملها للشرح بس، حطها هنا كده اهي دي نزلت عندي. طبعا انا لو مش عايز دي كده وعايز التانيه امسحها كده بكل بساطه واحط مكانها التانية اللي انا كنت الاصلية بتاعتي. طيب انا طبعا عملت هنا كاستمر تايب دي، تعالوا نعمل كده ران ونجرب الشغل بتاعنا، كليك يمين طبعا الران من صفحة الـ ASBX، لكن الصفحة بتاعت الـ Add Customer اللي هي التانية اللي هي الـ Web User Control مكانتش الران، كليك يمين View in Browser اهو ظهرت عندي اهي كده، وهنا طبعا اسم العميل او سوري نوع العميل في اي بي ونورمال خدناها من الجدول بتاع
انواع العملاء، لو ضفنا اي نوع عميل ثالث في الجدول هيتضاف هنا تلقائي، يعني هو بيعتمد على الحاجات المسجله عندي في الجدول. طيب بالنسبه لزرار اد جاي بالشكل ده، طب انا عملت الشكل ده ازاي؟ انا هنا طبعا عشان زرار اد لوحده فخليته ياخد المساحه كلها، يعني مفيش مشكله ان هو ياخد المساحه كلها. طيب طبعا وده كان صف فيه الزراير بتاعت الشاشه اللي قدامي. انا قلت عندي هنا حاجه اسمها الاليمنت جواها البوتونز. طب انا زر مثلا اللي عجبني للاد، طبعا كل حاجه عملتها زر من دول، زر اد اللي هو سكسيد، يعني ادور على ابحث عن كلمه سكسيد او ابحث عن الكلمه دي كده، يعني الكلمه تعجبك ابحث عنها. طب الصفحه دي اسمها ايه؟ يعني الصفحه دي انا هجيبها منين في التمبلت؟ يعني الصفحه التمبلت بتاعك بيجي مع صفحات انت تشوف مكانها فين وتخش لها. طب الصفحه دي مكانها فين؟ طبعا جوه فولدر اسمه يو ال، صفحه اسمها بوتون دوت اتش تي ام ال. الصفحه دي ادخل ليها يعني بيجز، ادخل على حاجه اسمها بيجز، يعني التمبلت اللي انا جايبه معاه كده. ممكن التمبلت اللي انت تجيبه يكون الصفحه موجوده بره على طول، يعني مش شرط ان هي تدخل جوه حاجه جوه حاجه، بس التمبلت ده منظم جدا في الحاجات دي. طيب بيجز سلاش يو اي بعدين بوتونز دوت اتش تي ام ال. طيب ادخل كده على التمبلت الملفات بتاعته، انا عندي حاجه اسمها بيجز اهي، فولدر اسمه بيجز، ادخل جواه هلاقي حاجه اسمها يو اي، هدخل جواه هلاقي صفحه بوتونز دوت اتش تي ام ال، ان هما منسقين التمبلت من الصفحات مثلا ليها مكان. طيب ادخل على البوتونز ده الكود بتاعها. طيب انا عايز اجيب الزرار اللي هو مثلا الاد، كنت عايز اجيب الزرار الاخضر ده، الزرار منزلين منه كذا نسخه، نسخه بحجم صغير بحجم كبير كده بحاجات مختلفه. طب انا عايز انزل الحجم ده طبعا، ولا هو طبعا الزرار ده بيتفرد على حسب المكان اللي عندي، يعني لو عندي مكان صغير بيتفرد على اساس مكان صغير، لو مكان كبير بيتفرد على مكان كبير حسب الجدول بتاعي. ده رفيع وده تخين، انا هاخد مثلا ده اللي هو مكتوب عليه ال جي. طيب نرجع كده للكود بتاعي، هدور على كلمة سكسيد، اعمل سيرش كنترول اف، طيب في كلمة سكسيد اهي، عايز اشوف مكان الزراير فين بتاعت سكسيد، هدور كده. طب اعمل طبعا سكسيد دي مش هي اللي احنا عايزينها، طيب ممكن اكمل الكلمة كده، اعمل نيكست اي بوتون. طبعا البوتون هتلاقيها بدأ بكلمة بوتون، يعني هتلاقي كده الكود بتاعها بدأ بكلمة بوتون، يعني انا الاول كان طالع لي حاجة تانية، لما عملت كده التالي جاب لي حاجة غيرها، فدي دي سكسيد اللي احنا عايزينها. طيب بدأ بكلمة بوتون، بوتون كلاس مش عارف، أهم حاجة كلمة بوتون دي معناها إن ده زرار، يعني أصلا في أكواد ال HTML كلمة بوتون معناها إن ده زرار، يعني طبعا الحاجات دي بتتحول بعد كده لزراير وحاجات على الشاشة. طيب عندي كلاس كلمة كده بين قوسين قدام الكلاس، طبعا اتفقنا TR ده جدول TD. طب تعالى كده نخش في الصفحة ونشوف فين الكلام ده في الصفحة بتاعتي، ده جدول أهو، طبعا الحدود بتاعته مش باينة خلاص. عندي اول حاجه بتبقى الزرار نورمال، الزرار لارج سمول اكس سمول الكلام ده. طيب نرجع كده هنا اهو اللي عليها البوتون ال جي. طب انا اعمل ايه؟ انا عندي كلاس قدامها اسم اسم الكلاس ده ايه في الاكواد السي اس اس، اخد الكلام ده كده كوبي، يعني انا عندي هنا كده هو مسمهولي بي تي ان لارج، طبعا بحسب التمبلت بتاعك بس ما علينا بقى من التمبلت بتاعك. انا هنا عندي بوتون كلاس بي تي ان، بي تي ان اسمه زي ما هو كده خلاص، خد الاسم ده كوبي اللي بين دبل كوتيشن، يعني خد بداية الدبل كوتيشن اهي ونهايتها اهو، خد الكلام كده كوبي. ده كده الحاجة اللي عاملة اللون الأخضر، يعني اللون الأخضر اللي هو معمول عندك ده كده، ده الكود السي اس اس اللي مخليه كده لون اخضر، والماوس يتحرك عليه يغير لونه والكلام ده كله، ده اللي معمول بالكود بتاع السي اس اس ده كلاس. طيب عايز اخليه يتطبق على الزرار بتاعي، عايز اخليه يتطبق على الزرار اللي عندي، هدخل كده على الفورما اد كاستمر، هنا الزرار مش باين له شكل، طب انا عايز اخليه يبان شكل معين ليه، كليك يمين بروبرتيز وادور في الخواص على خاصيه اسمها سي اس اس كلاسز
CSS classes. هاجي قدامها هنا، طبعا هي اصلا بيبقى قدامها فاضي، اخد الكلام اللي انا خدته من الزرار كده كوبي واحطه هنا بيست، اعمل له بيست هنا اهو، ده الكلام اللي انا كتبته. تعالوا ناخده كده نوريك شكل الكلام اهو، يعني من غير الدبل كوتيشن اللي كانوا حواليه، يعني خدت اللي بين دبل كوتيشن كده وهحطه قدام الزرار، يعني اي محتوى من الدبل كوتيشن ده كان المحتوى اللي خلى الزرار بينه الاخضر. خلاص خد المحتوى اللي بين دبل كوتيشن وحطه هنا قدام CSS class. هنا مش هيبان عشان انا شغال في الويب يوزر كنترول، لكن انا لما اجي هنا على الويب فورم بتاعتي او كاستمر اد وادخل كده هلاقيه بان عندي هنا. لو عايز تشوفها مثلا جت ازاي، تعالوا نرجع كده تاني، ده فاضي اهو كده، فاضي كده الزرار ملوش ستايل. لما ادخل هنا ده الزرار من غير ستايل، ميبانش الا في الديزاين نفسه، لكن في الويب يوزر كنترول مبقاش باين. هنا الزرار ملوش ستايل، ارجع تاني الاد هنا واجي على سي اس اس كلاسز واعمل كده واعمل سيف. لما ادخل على هنا الاقيه اهو خد الشكل الاخضر بتاع الديزاين بتاعي. طيب كده انا عملت فورمة اد كل محتوياتها وكده كديزاين تمام، كده الديزاين بتاع فورمة اد تمام.